اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ معايا النهارده بقى طريقه عمل الفرخه المشويه الجميله دي. مش هنشويها على الفحم بقى ولا حاجه، هنشويها في السقاره في الفرن. خلاص يلا بقى، قبل اي حاجه اللي ما اشتركش معايا في القناه يا ريت ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يصله كل جديد ان شاء الله. معايا دلوقتي بقى هنا الفرخه، هي انا جايباها هي كيلو 700 بالظبط. خلاص يعني لما تكوني هتشوي فرخه ما تستكبريش فيها، هاتيها صغيره شويه ما تجيبهاش كبيره. هبدا بقى اقطع الجزء اللي هو اللي ورا ده كله كده علشان الزفاره اهي. هقطع بقى الجزء ده كله كده عشان الزفاره دي بتبقى، كل الزفاره بتبقى فيها كده. وهقلب الفرخه بقى وهفتحها من الظهر كده بالمنظر ده، وهقطع الرقبه كده. يعني بخليها قدامكم عشان تبقوا عارفين انا خليتها ازاي وعملتها ازاي. هبدا دلوقتي بقى ايه، اشيل القرقوشه دي بقى اللي هي في الصدر دي، مش عايزينها بقى، احنا مش محتاجين دي يعني خالص. هنشيل بقى القرقوشه دي خالص كده، هخلي حواليها. واهم حاجه يكون معاكي السكينه حاميه، لو السكينه مش حاميه هتتعبك، لازم السكينه تكون حاميه معاكي. برضو هخلي حوالين الضلوع دي اهي، الضلع اللي هي الضلع اللي في الجنب ده برضو، وهشيل برضو العظميه دي خالص. وطبعا هنشيل العظميه دي كمان، يعني ايه لازم نشيل اللضلع بتاعتها دي. كل ما السكينه تبقى حاميه معاكي زي ما قلت لك إيه، مش هتتعبك خالص وهتبقى سريعه معاكي وهتاسعف معاكي في كل حاجه. كده بقى هخلي حوالين الوركه كده ببوز السكينه بس كده تمام. وهقطع بقى العظمه كده وهشيلها كده، اقطعها خالص اهي، بصوا بكل سهوله خالص اهي. هقطع بقى الجلده كده اهو، قطعتها. هعمل برضو الورك التاني كده، هخلي حواليه اهو من عند العظمه كده اهو، وهطلعها كلها اهي. على فكره هي سهله جدا جدا اهو، طلعتها خالص ما فيش فيها حاجه. وبرضو هطلع العظمه اللي فوق دي كده زي ما انتم شايفينها، منظر الفرخه زي ما هو اهو. هبدا دلوقتي بقى برضو نغسلها تاني بالمحلول، وب هغسلها هقول لكم بمكون سحري كده تتغسل بيه. نص معلقه جنزبيل مع الليمون والملح والميه، خلاص كده اتغسلت تمام مفيش فيها اي حاجه، بيشيل اي زفاره منها. معايا بقى التوابل الميكس بتاعتنا الحلوه الجميله دي، معلقه ملح كبيره، نص معلقه كل حاجه، نص معلقه، نص معلقه كزبره ناشفه، وبابريكا، وفلفل اسمر، وبصل بودر، وتوابل فراخ، وبرده كاري، والبصل بودر زي ما قلت لكم تمام. ومعايا هنا بقى ربع كوبايه من الخل، وكوبايه ميه، ونص كوبايه زيت، وكوبايه زبادي، وتلات فصوص او اربعه من الثوم مفروم ناعم. هجيب بقى بوله فاضيه كده وانزل بيها بقى بكوبايه الميه كده على نص كوبايه الزيت، يبقى كوبايه الميه على نص كوبايه من الزيت، وربع كوبايه الخل، وثلاث فصوص من الثوم مفروم ناعم كده بالشكل ده، حطينا كله على بعضه. وكوبايه الزبادي، او عندك انت لبن رايب حطي ايه كوبايه من اللبن الرايب اللي عندك. هنزل بقى بميكس التوابل الجميله دي كلها كده، هقلب بقى كل المكونات دي ببعضها خالص عشان ما يبقاش فيها تكتلات من الزبادي. هقلبها خالص خالص كده. يلا بقى اللي ما اشتركش معايا في القناه يا ريت ينزل يشترك في القناه عشان يصله كل جديد تمام. كده قلبتها اهو، بس هغير بس المعلقه علشان تشيل اي تكتلات من الزبادي كده بالمنظر ده. هقلب كده خالص، هقلب كده اهو، وكده اتقلبت خالص ما عادش فيها تكتلات يعني نوعا ما، جميله برضو حلوه كده شويه. هجيب بقى الفرخه معايا كده بالمنظر ده، وهنزل بالتتبيله كلها فيها اهو، وهنسيبها بقى من 3 ساعات لاربع ساعات في التلاجة ان هي تشرب من التتبيلة الجميلة دي. عايزة تعمليها انت على بيات اعمليها مفيش مشكلة. هنحط بقى الرقبة دي برضو بقى، خسارة برضو ان احنا نرميها، هنشويها برضو. الاولاد عندي بيبقوا ساعات يبقوا ايه ياكلوها. زي ما قلتلك هتسيبيها من 3 ساعات لاربع ساعات ماشي. دي ايد رماس بنتي عايزة برضو تظهر معايا كده مرة ولا حاجة، مفيش مشكلة ماشي يا رماس. كده بقى هي اتبلت معايا، قعدت معايا 3 ساعات بالظبط في التلاجة تمام. يا دوبك هي قعدت معايا 3 ساعات لان هما كانوا بس مستعجلين على الاكل، فقلت احضر بسرعة. كده بقى معايا هنا القارب الكبير ده، ومعايا السقارة هحط القارب عليها كده. ممكن تجيبي اي قارب عندك وتحطي عليه السقارة.
طبعا انا في الوقت ده مولعه الفرن خالص على درجه حراره عاليه، علش مش شوايه، لا من ارضيه الفرن. هنحط عليه السلك من تحت وهنعليه خالص، والشوايه لا دلوقتي، او عايزه تولعي الشوايه هتوطيها خالص. تمام، هنوطي الشوايه شعله صغيره خالص، وهنحط بقى ايه القارب بالسقاره عليها. بقى هنحط بقى شويه ميكس كده من اللي احنا عاملينه الحلو ده، اللي التتبيله بتاعتها دي برضو هنعوزها وهنحطها كل شويه عليها. تمام، لو القارب معاكي فاضي مفيش فيه توابل من اللي نزلت دي كتير، حط شويه ميه علشان ما تتحرقش معاكي الصينيه. هبدا بقى احطها في الفرن ونشوفها تاني. وبكده حبايبي زي ما انتوا شايفين انا كنت مولعه الشوايه على درجه حراره بسيطه خالص، اللي هي الشعله اللي فوق، ومن تحت زي ما انتوا شايفينها كده سردت معايا ميه، ومن تحت اهي زي ما انتوا شايفينها قلبتها. هبدا دلوقتي برضو احط عليها شويه من الميكس الحلو بتاعنا التوابل اهو، هنقلبه كده ونحط. طبعا انت بتحدقي برضو الميكس، لو عايز ملح هتحطي له، بس الملح اللي انا حطاه والتوابل الملح ما حطيتش تاني، هي التوابل حدقتها وكانت حدوقها جميل جدا. حطيتها بقى في الفرن تاني اهو، قعدت معايا بالظبط ساعه وكده استوت معايا اهي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، والحمار بتاعها جميل جدا كده. تمام كده بقى هي بردت معايا اهو، سبتها بس عشان تبرد عشان اعرف اتحكم فيها وانا بشتغلها. طبعا هي لو ماسكه في السلك انت هتسلكيها بالراحه كده. خلاص كده بقى انا شلتها اهو، هنشيلها بقى نحطها في الطبق معايا، طبق فيه خضار حلو كده. هبدا بقى اشتغلها كويس بقى علشان ما تتكسرش مني، علشان يبقى شكلها حلو في التقديم. هنشيلها كده بالراحه كده اهو. طبعا الورك ده كان معاكسني بس شويه، بس هو برده طلع معايا حلو اهو. كده زي ما انتم شايفينها كده الفرخه شكل النظام بتاعها زي الفرخه بالظبط، ما بهدلناهاش في حاجه واحنا بنخليها. خلاص على فكره دي الرقبه بتاعت الفرخه، هنشيلها، اديني شلتها اهو خالص. كده الجناح هناك اهو، ده وده وده الصدر وده الوركين. خلاص يبقى كده خلاص خلصت معايا كده الفرخه. وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس لرش المزيد ان شاء الله. معايا بقى هنا شويه من الطحينه كده وطبق المخلل الجميل ده. ودي كان الفيديو بتاعنا خلص النهارده، اشوفكم على خير يا حبايبي في فيديو جديد، مع السلامه.